كواليس تشكيل أو الاستقرار على المقررين والمقررين المساعدين والخطوات القادمة. خلونا نستمع من الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا، مساء الخير دكتور محمد. يعني أنا كنت الأول كنت بستعرض مع السادة المشاهدين التشكيلة النهائية للمقررين والمقررين المساعدين للمحاور واللجان الفرعية، وعايز أعرف من حضرتك الأسس اللي تم بناء عليها هذا الاختيار. يعني أنا عارف أن كان في ترشيحات كثيرة جدا من الأحزاب ومن المشاركين في الحوار ومن الحركات السياسية، عدد ضخم جدا، لكن تم الاستقرار على هذه الأسماء. فإيه الأسس، إيه المعايير يا فندم اللي تم بناء عليها هذا الاختيار؟ نعم، هو زي ما حضرتك أشرت، هو بالفعل كان أمام مجلس الأمناء عدد كبير بيتم من الاختيار ما بينهم، أكثر من 500 اسم كانوا مرشحين للاختيار ما بينهم المقررين والمقررين المساعدين، سواء اللجان العامة أو اللجان الفرعية. لكن كان هناك مجموعة من المعايير، وفي رأيي هم كانوا ثلاث معايير أساسية. المعيار الأول هو معيار التخصص، لأنه بعض أو الكثير من هذه القضايا هي قضايا متخصصة، قضايا ذات طابع فني، تحتاج إلى خبراء وتحتاج إلى متخصصين. وبالتالي المجلس الأمناء راعى بقدر الإمكان أن يكون على رأس هذه اللجان العامة والفرعية شخصيات يعني لها علاقة بالمحاور أو بالقضايا التي يتم مناقشتها. على سبيل المثال، فيما يتعلق بالمحور السياسي، المقرر هو الدكتور علي الدين هلال، وهو الأستاذ الأبرز والأكبر أستاذ الأساتذة زي ما بيقول، نعم، في مجال النظم السياسية، وله إسهامات يعني ليس نظرية فقط، ولكن هو أيضا ابن هذا الحقل المهم، وأستاذ يعني الأجيال في حقل العلوم السياسية وتحديدا حقل النظم السياسية. وبالتالي وجود دكتور علي الدين هلال مع دكتور مصطفى كامل السيد، وهو يمثل مدرسة سياسية أو تيار سياسي مختلف، ولكنه أيضا متخصص في العلوم السياسية، وبالتالي هذا مزج ما بين التخصص وأيضا التعبير عن وجهات نظر أو تيارات فكرية مختلفة. نفس الأمر فيما يتعلق بالقضايا المختلفة أو اللجان المختلفة، دكتورة نديم مسعد كما نعلم هي أستاذة علوم سياسية، لكن هي أيضا مقرر مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة. نعم، المحور الاقتصادي على رأسه أيضا اللجنة العامة، الدكتور أحمد جلال والدكتور عبد الفتاح الجبالي، وكل منهما من كبار المتخصصين في الاقتصاد، ولكنهم أيضا ينتمون إلى مدارس فكرية مختلفة. فبالتالي ده كان أحد المعايير المهمة، هو التخصص بالإضافة إلى المزج مع هذا المعيار، هو أيضا التعبير عن تيارات فكرية مختلفة، ليس بالضرورة تيارات سياسية، ولكن المهم أيضا هو التعبير عن وجهات نظر وتيارات فكرية مختلفة داخل نفس القضية. المعيار الثاني هو معيار التمثيل، لأنه كما نعلم هذا الحوار هو حوار، وإن كان يتعامل مع مختلف أو قضايا متنوعة، قضايا اقتصادية وقضايا ذات طابع اجتماعي بالإضافة إلى القضايا السياسية، ولكن هو حوار يجري بين أطراف سياسية، وبالتالي كان من المهم أيضا يعني الأخذ في الاعتبار معيار التمثيل، تمثيل أكبر عدد ممكن من التيارات السياسية. طبعا لدينا تيارات سياسية عديدة، إذا أخذنا بمعيار الأحزاب لدينا عدد كبير من الأحزاب، لكن كان من الصعب أو من المستحيل طبعا تمثيل كل هذه الأحزاب، لكن روعي بالتوافق الأساسي بين كل أعضاء مجلس الأمناء، هو الأخذ في الاعتبار معيار التمثيل بجانب معيار التخصص. المعيار الثالث الضابط رأيي، وهو معيار مهم جدا، هو التوافق. نعم، التوافق بين كل أعضاء المجلس، وكل أعضاء المجلس نعم نعرف أنهم يمثلون تيارات مختلفة ويمثلون أيضا مؤسسات مختلفة. هناك يعني المجلس القومي للمرأة، لكن التمثيل ليس تمثيل مؤسسات في الحقيقة، هو تعبير المجلس هو مجموعة من الرموز المهمة
تعكس التخصصات، تعكس المؤسسات، تعكس أيضا التيارات الفكرية والسياسية. لكن التوافق كان آلية مهمة للوصول أو لحسم الوجهات، يعني الوجهات النظر المختلفة، وبالتالي هذا كان معيار مهم في الاستقرار على الأسماء. يعني احنا عندنا دكتور كده انه اول حاجه التخصص، التمثيل، التوافق. نعم تمام، اتفضل يا فندم. ده اللي سهل بشكل يعني كبير يعني الاستقرار على هذه الاسماء. يعني كان وجهات نظر طبعا مختلفه، يعني كان هناك معايير اخرى فرعيه، لكن كان لها وزنها ايضا في الاختيار، وهو التمثيل الجيلي، بمعنى أن يكون هناك تمثيل على رؤوس هذه اللجان أو المقررين والمقررين المساعدين، أن يكون هناك تمثيل جيلي للأجيال المختلفة سنجدها ممثلة في معظم هذه اللجان. بالإضافة إلى ذلك هناك معيار أيضا كان من الضروري أن يكون هناك ممثلين للمرأة في رئاسة يعني في كمقررين أو كمقررين مساعدين. فبالتالي كان لدينا يعني حزمة من المعايير. عندنا يمكن عدد السيدات في المحور المجتمعي أكتر، يعني لجنة الصحة مقررة دكتورة رندا مصطفى، لجنة القضايا السكانية المقررة دكتورة نيفين عبيد، لجنة قضايا الأسرة دكتورة نسرين البغدادي، يمكن نعم. عندنا ومقرر مساعد معاها كمان دكتوره ريهام الشبراوي، يعني المحور الاجتماعي اكتر شويه تمثيلا يمكن بسبب طبيعه طبعا القضايا الحوار في هذا المحور. يعني عندنا صحيح المحور صحيح. السياسي فيه بس فقط دكتوره نيفين مسعد، المحور الاقتصادي فيه اثنين، دكتوره نوره علي عبد السميع ودكتوره اماني الترجمان. صحيح. طيب صحيح. اسال حضرتك على على المنسق دكتور حسام بدراوي. يعني احنا كان عندنا الاستاذ ضياء رشوان، يعني اللي هو على راس مجلس الامناء. صحيح. وبعدين طيب هنا المهمه الاساسيه الموكله للتوصيف زي ما بيقولوا مساله المنسق، ما الذي سيقوم به المنسق اللي هو دكتور حسام بدراوي؟ دكتور حسام بدراوي هو مستشار الحوار الوطني لرؤية 2030. نعم، وخلينا يعني برضو أشير لماذا تضمين هذه النقطة المهمة في هيكل أو هيكلية الحوار الوطني. القضية يعني الحوار سيكون محكوم بمجموعة من المرجعيات، وعلى رأسها طبعا الدستور المصري، لكن ايضا هناك يعني في مسيره التطور السياسي والاقتصادي في مصر منذ عام 2014 حتى الان صدرت مجموعه من الوثائق القوميه المهمه، منها وثيقه 2030. وبالتالي المخرجات الحوار الوطني ستضع او يعني من المفترض ان يكون هناك تصورات مختلفه بشان كل هذه القضايا واللجان موضوع الحوار. بعض هذه المخرجات لابد من الأخذ في الاعتبار أولا كيف تتناسب أو كيف تخدم هذه المخرجات الوصول إلى رؤية 2030. وفي نفس الوقت يمكن أن تصور أن رؤية 2030 يمكن أن تخضع للتطوير في ضوء مخرجات. بالتالي سيكون لدينا نمط من التفاعل بين مخرجات الحوار الوطني وبين وثيقة 2030، سواء فيما يتعلق بأن هذا الحوار والنقاش يجب أن يأخذ في الاعتبار وثيقة 2030 ما تتضمنه من أهداف مهمة تتعلق بعملية التنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي، وفي نفس الوقت أن نضمن أن هذه المخرجات سوف يعني كيف تخدم يعني رؤية 2030. هذا يعني لكي نفهم لماذا تم تضمين هذه النقطة الهيكل انه يكون نعم. او لماذا تم يعني استحداث هذا الدور لدكتور حسام بدراوي، وهو كما نعلم شارك في اعداد رؤية 2030، وبالتالي كان هو الشخص الذي تم التوافق عليه على ان يكون معني بهذه المهمة. طيب عندي سؤالين لسه يا دكتور. السؤال الاولاني، احنا قدام حوار عشان الرأي العام والمتابعين، هذا الحوار واللجان موجودة قدامنا قلنا اسماءها كلها، هذا الحوار حوار حول الكليات ولا يتطرق الى التفاصيل والجزئيات والمشاكل النوعية وتقديم حلول ليها؟ يعني احنا قدام
حوار يسعى إلى طرح لأولويات العمل الوطني خلال الفترة الجاية، ولا الحوار هيتطرق إلى التفاصيل، إلى المشاكل النوعية الصغيرة، يعني طبيعة الحوار كيف ستكون؟ يعني خلينا أصيغها بشكل يعني مختلف، لكن هو يعني متوافق مع الكلام اللي حضرتك بتقوله بدقة. لكن الحوار سيكون ناجح عندما يتم تقديم تصورات قابلة للتطبيق. صحيح. قابلة للتطبيق بمعنى للتنفيذ على الأرض. قابلة بالضبط. نحن لسنا إزاء حوار نظري أو مبارزات نظرية. صحيح. أو مبارزات أكاديمية. الحوار سيكون حوار ناجح وسيخدم الدولة المصرية وسيخدم الوطن عندما يقدم تصورات قابلة للتطبيق. وقابلة للتطبيق زي ما قال سيادة الرئيس، إما أن تتحول إلى سياسات وقرارات تنفيذية أو قوانين أو إلى قوانين. فبالتالي دول الشكلين المتصورين أو يعني القابلين أو للتطبيق. عند هذه الحالة سيكون الحوار ناجح. وبالتالي الحوار هنا سيكون في رأيي أن يتعامل مع قضايا تفصيلية، ليس قضايا التفصيلية الجزئيات، لكن هو يكون معني بالتفاصيل عندما يكون ذلك ضروريا، ويكون معني بالقضايا الكلية إلى حد ما عندما يكون ذلك مطلوبا في إطار الاستراتيجيات. وأتصور أن مخرجات الحوار وما سيصدر عنه من قرار من أوراق متخصصة بشأن كل هذه قضية من هذه القضايا، هذا تصوري أن كل لجنة من هذه اللجان ستقدم ورقة سياسات أو ورقة قابلة للتطبيق أو تحويلها إلى إجراءات محددة. سيكون يعني إما أن تطلب توصيات محددة فيما يتعلق بالأمور التي يجب أو التي يمكن تحويلها إلى سياسات أو قرارات من خلال قرارات تنفيذية أو قرارات على مستوى الحكومة، أو أن يتم هناك توصية بحالة أو تغيير أو تعديل قانون ما لذي صلة أو بهذه القضية. في هذه الحالة يكون دور البرلمان. فالتفصيل سيكون مطلوب عندما يكون التفصيل هنا ضروري، أو عندما يكون هناك يعني إجمال. وفي تقديري أن الرموز المهمة خاصة على يعني اللجان العامة أو اللجان الرئيسية سيكون هنا دور كبير على المقرر في كل محور. وهذا يفسر لماذا هناك أسماء كبيرة متخصصة، وهناك توافق بل إجماع على أهمية ودور هذه الشخصيات، لأنها ستكون مسؤولة بالتأكيد عن يعني الإعداد أو الصياغات النهائية لهذه الأوراق، وضمان أيضا التوافق والتنسيق بين كل هذه الأمور. لأن كل محور من المحاور يعني هناك مجموعة من اللجان الفرعية، وبالتالي سيكون هناك مسؤولية على المقرر العام لضمان الانسجام أو لضمان أن التوافق أو عدم التناقض. هذا يعني في تصوري يعني في النهاية سيكون هناك يعني تصور محدد من جانب مجلس الأمناء لطبيعة أدوار المقررين والمقررين المساعدين والمقرر العام في كل محور وعلاقته باللجان الفرعية. هذه أمور كلها تفصيلية سيضعها أيضا مجلس الأمناء حتى يتم تسليم الحوار وفق إطار وهيكلية وتصور وتوزيع أدوار وتوزيع وتحديد مهام محددة لكل محور ولكل لجنة ولكل مقرر ومقرر مساعد في هيكلية الحوار بشكل عام، حتى عندما يبدأ الحوار يبدأ يعني بتصورات محددة وأدوار محددة للجان وعلاقتها بالمقررين العامين. هذا تصوري. وأعتقد، لكن دون طبعا أن أفتأت على لا يعني واضح. صحيح دور مجلس الأمناء. صحيح. بشكرك جدا دكتور محمد فيصل فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. طيب.